السلام عليكم. نعم، وهذا هو معايا في الكريم. نعم تفضل. الشيخ مصطفى العربي. نعم مصطفى، كنت عايزة اسأل حضرتك. انا كنت شفت فتوى حضرتك ان العمل في امن البنوك كحراسة اموال المسلمين، فهو قلت عليه واجب مش حرام. يعني البنوك الان لم تصبح قاصرة على الربا، ولكن كم من شخص خارج مصر يرسل أموالا لأهله وليس أمامه سبيل إلا البنوك، فالهجوم على البنوك والسطو عليها وسرقة أموالها عندك محرم أو حلال؟ حرام. حرام. طيب إذا منعنا اللصوص من سرقة البنوك يحرم علينا أو يستحب لنا ذلك؟ يستحب. خلاص هذا اللي أجبنا به. تمام. الفكرة ان انا بعمل في امن البنوك كامن رقمي كديجيتال، يعني بس وظيفتي بالضبط مشابهة للي واقف على باب البنك. يعني عملك حراسة البنوك من السرقات بالضبط، ومن سرقات ومن الالكتروني. ايوه فاهم، السرقة الالكترونية او سطو احد على حساب احد او غير ذلك. عملك البنك اللي انا هعمل فيه، فكرة بس ان انا برضو عايزة اقول لحضرتك حاجة، ان البنك اللي انا هعمل فيه ده بنك قومي مش بنك أيا كان. أيا كان، ما في بنك إسلامي ومش بنك إسلامي، كله خداع للناس. وللأسف إن في شيخ الحقيقة يعني أزرى بنفسه لما خرج الشيخ قريبا يقول البنوك حلال، ولا يفقه شيئا عن معاملات البنوك. يقول سألت مدير بنك أجابني. ما هو كده أبدا. البنوك لا يسمح لها بالتجارة، فننصحه أن يتراجع عن كلامي هذا. والله لو شرب السجاير كان أحسن له. طب انا عايز اسال عن حاجه اخيره. ما في بنوك اسلاميه وغير اسلاميه، كل بنوك شانها واحد بالضبط. يعني انا لما فعلت اراء كتير كان اللي هو الفلوس ما فيش كده تعاون على اسم وعدوان، ان انا بشتغل. شوفي بس اختصارا، عملك في حراسه البنوك الحراسه الالكترونيه حلال. خلاص شكرا جدا. الله يكرمك.